يا خالي يا خالي وإن كانك شعر توصفني من راسي لخيل خالي والشعر شل الدهار طعمي منها جدايل جاتي الغرامك أنا يا بنية الجبايل يا خالي يا خالي وإن كانك شعر توصفني من راسي لخيل خالي والجبين بدر التمام وسط السما بلالي كل مين به جنبه محبوبه إلا أنا لحالي يا خالي يا خالي وإن كانك شعر توصفني من راسي لخيل خالي والحواجب جوز جلال خطتن إيد الرسام والعاشق يسهر ما ينام لا بعد الليالي يا خالي 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 وإن كانك شعر توصفني من راسي لخيل خالي والعيون آه العيون حلوة كحلة تخاوي الليل واللي يشوفي يصير مجنون ينقطع من حاله الحين يا خالي يا خالي وإن كانك شعر توصفني من راسي لخيل خالي. الله ابن حلب الشهباء أكيد بصوته صان القدود الحلبية من غزالي إلى يا خالي وأيضا تعالي أكيد غنوهن الفنان سومر النجار بإحساس عالي ختم مسك أكيد من قلب حلب شهبة يا نور عيوني. بصرنا اليوم بحلقتنا الخاصة نستقبل السنة الجديدة مع الفنان سومر النجار. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وإن شاء الله بنعاد عليكم وعلى حبايبكم وعلى كل عم يحضرونا على شاشة الإخبارية. لكم يا رب كل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليك مرة تانية. والحلقة جدا بتكون مميزة دايما لما بيكون فيها ضيف من أهل حلب يلي تعودنا دائما الفن والثقافة وكل شيء حلو عم يطلع من اللقمة الطيبة كمان ما بننساها كل عم يطلع من أهالينا من حلب. معايدتك سومر لمين اليوم؟ أكيد بعايدكم وبعايد كل فريق العمل اليوم اللي هن موجودين معنا اليوم كل الموجودين هون. بدي عايد أهلي أكيد والدتي إخواتي كل أهلي كل اللي بيحبونا وكل اللي بحبهم أصدقائنا حبايبنا وكل اللي عم بيحضرونا هلا على الشاشة. أكيد بقول لهم كل عام وأنتم بخير ولكل السوريين بقول إن شاء الله يا رب عام مليء بالمحبة مليء بالأمان بالسلام لبلدنا الغالي سوريا. أكيد أكيد يعني سالي كل هي المعايدات الحلوة اللي سمعناها من كل الضيوف عم تتوحد وتجتمع نحن نضل بسلام وبمحبة. أكيد. اليوم مثل ما قالت سالي يمكن في أغاني عديدة تميزت فيها سومر وكان انعرفت طبعا ببرنامج كتير مميز هو برنامج طريق النجوم برنامج انعرفت فيه حضرتك. من طريق النجوم لليوم كيف كان هذا الطريق خبرنا. طريق صعب. أكيد أكيد والله أكيد يعني كان في خطوات خلينا نقول ضمن مشروع له علاقة بالطموح هو دراسة الموسيقى. فبعد ما رحل طريق النجوم يعني الله وفقنا فيه لما عملناه سنة 93 وأخذنا فيه مركز الأول نشكر الله يعني الحمد لله. جينا بعد عملنا كان في خطوة اسمها مسلسل الثريا كمان كان عمل ضخم بالدراما فأديت فيه كمان شخصية مغني وممثل وموسيقي وفي هيك حتوتة لطيفة انه هو بيحب الممثل الدور اللي اسمه شخصية المغني سهيل. نعم بيحب شخصية اكبر منه بالعمر وفي احداث بتصير وصولا هيك بعدين كان لا في مشروع انه لازم انا ناخد يعني خطوة الى علاقة بالدراسة الاكاديمية فانتسبت للمعهد العالي للموسيقى وهدينا شوي كرمال ناخد يعني الشهادة وبعدين من خلال تواجدي في دار الاوبرا حفلات دار الأوبرا يعني هذا كان المشروع اللي خلينا نقول هو طموح بالنسبة لي أنا كان.
سومر مشوارك كان طويل، يمكن طلعت السلم خلينا نقول درجة درجة، أكيد أنت حدا محبوب ودائما محبة الناس هي كنز لأي حدا بيقدم فن بجميع أشكاله سواء غناء وطرب وأيضا تمثيل وغيره. خلينا نحكي شوي، ندخل بشيء عزيز على قلبك اللي هو حلب. حلب الشهبة، حلب يلي تعرضت لكثير من الظلم خلينا نقول والإرهاب. يمكن آخر أغنية لألك شهبة يا نور عيوني كانت من قلب سومر. دائما الإنسان بيعطي من قلبه، ولكن إذا كان شيء خاص فيه فبيكون له إحساس آخر بنكهة خاصة. شهبة يا نور عيوني، دمع عيونك شوي. لا يعني خلينا نقول يمكن هي ملامسة لوجدان كل حلبي ولوجدان كل بيحب حلب، لأنه مو بس الحلبي بيحب حلب، بتكتشفي مع الوقت ويمكن من خلال هذا العمل كبيرة أكيد. من كتير أشخاص إنه مو حلبيين بس يمكن زاروا حلب صحيح. بيعرفوا حلب، فهي المحبة الكبيرة لحلب، حلب تستاهل، حلب بيلبق لها أكيد. يمكن هو شوق لحلب، أنا يمكن لي شيء 7 سنين 8 سنين ما عم بقدر أطلع لحلب. الظروف فإجت الفكرة هي أنه أنا عن جد عبالي أعمل شيء لحلب. أنا ابن حلب ومشتاق كثير، فإجت الفكرة بالتعاون مع الأستاذ الغالي، بوجه له تحية إذا كان عم يحضرنا، الشاعر الأستاذ صفوح شغالي، والفنان الجميل الرائع الأستاذ جورج ماردورسيان، والموزع الأستاذ أنس نقشي، والمنتج الأستاذ عبدالله طباخ، كل هذا فريق العمل. حبينا نعمل شيء لحلب، فأنا كانت بالنسبة لي هي يعني سعادة كبيرة أنه نقدم بصوتي أكيد. هي رسالة محبة لحلب، لكل الحلبيين ولكل اللي بيحبوا حلب. نذكر بتفاصيل حلوة عالقة بوجداني، عبر فيها عن مشاعري واتجاه هي المدينة الغالية اللي أنا ولدت فيها، لي ذكريات فيها. من هون ممكن إجت الفكرة يعني. خلينا نسمع شيء. أكيد. تفضل. شهبة يا نور عيوني، من عيني أرجع يوم تتكحل فيك عيوني، ما أبعد عنك يوم. شهبة يا نور عيوني، من عيني أرجع يوم تتكحل فيك عيوني، ما أبعد عنك يوم. أمشي بحاراتك شمشم ورداتك، أمشي بحاراتك شمشم ورداتك، بحلف وحياتك منسيتك يوم. شهبة يا نور عيوني، من عيني أرجع يوم تتكحل فيك عيوني، ما أبعد عنك يوم. قلبي عليك داب غربة وسفر ودموع، دمع على الأحباب ودمعة قلب موجوع. قلبي عليك داب غربة وسفر ودموع، دمع على الأحباب ودمعة قلب موجوع. كل صورة حزينة منك بتزيد آهاتي، واليوم اللي ببعد عنك إيش نفع حياتي. كل صورة حزينة منك بتزيد آهاتي، واليوم اللي ببعد عنك إيش نفع حياتي. إيش بيشفي مجروح الهوى ما دام عيون محروم النوم. شهبة يا نور عيوني، من عيني أرجع يوم تتكحل فيك عيوني، ما أبعد عنك يوم. شهبة أنا مشتاق
نرجع سوا نهتم ننسى ألم الفراق حاجة دبحنا الهم شهبة أنا مشتاق نرجع سوا نهتم ننسى ألم الفراق حاجة دبحنا الهم وحياة عيوني شهبة ما في بغلاك رح ترجعي أحلى وأبهى ويزيد حلاك وحياة عيونك شهبة ما في بغلاك رح ترجعي أحلى وأبهى ويزيد حلاك وترجع ليالينا سوا يا ست العالم اشتقت لك يوم شهبة تنور عيوني من عيني أرجع يوم تتكحل فيك عيوني ما أبعد عنك يوم يسلم هالتم هالصوت الحلو وهالعزف اللي بجنن اذا بدنا نقول يعني احلى شيء بالغنيه ما بعرف اذا بتوافقيني سالي هي اللهجه الحلبيه اللي كثير واضحه انه نحن عم نغني لحلب وبلهجه الحلبيه هي اللهجه اللي كثير مميزه وكلياتها دفى ما حدا زار حلب ما عاشق حلب فعلا مثل ما حكيت حلب الاصاله حلب الطيبه حلب نخوه حلب الكرم حلب اللقمه الطيبه لانه كمان الاكل هو ثقافه طبعا يعني الاصناف المتعدده حلب سو مره 72 يمكن نوع كبه انا استغربت هداك النهار عم يقولوا لي 72 والله يمكن اكثر يمكن يعني ما بستبعد هذا يعني الشيء يعني اذا لقمه ما في بتشبع من ال 22 يمكن اكيد يعني هو مطبخ عريق وهذا بدل على يعني الذائقه الحلبيه الغنية بالطرب بالموسيقى في الشعر في الغناء حتى في الرقص يعني يعني الرقصة الحلبية الفلكلورية المعروفة بالإضافة حتى أصول نقل السماح في تقاليد ففي أكثر من تفصيل حتى الزي الحلبي هذا كله يعني يندرج تحت ما يسمى خلينا نقول بالتراث بالفلكلور يعني فحلب غنية أكيد تاريخ أكيد. يعني وين أول مكان بتحب تزوره بس تروح على حلب؟ أول مكان أنا بس أوصل حلب بدي أروح لهون، أنا عندي هاي الكلمة مشتاق للقلعة كثير، للقلعة تحديدا لأنه لي ذكريات معها، أيام ما كنا نقعد نسهر ونتمشى حواليها. بيت أهلي بوجود أهلي، مشتاق للمة أهلي يعني أكيد هي التفاصيل. رفقاتي يعني خصوصا هي المرحلة الذاكرة الابتدائي هدول الرفقات اللي هدول الرفقات الحقيقيين صوم هدول لهلا انا بتواصل معهم عن جد هدول الرفقات الحقيقيين كثير حلو كثار يعني كثار التفاصيل اللي انا مشتاق لها اكيد الاكلات الطيبه الاجواء الحلوه اكيد نحن من هون من الشام بدنا ايضا نوجه معايده لاهلك واحبابك بحلب ورح ننتقل لمعهد صلحي الوادي معهد صلحي الوادي هالمدرسه العظيمه يلي عم بتطلع اجيال وتسقل فن وموهبة ممكن تطلع شيء كتير كبير بعدين يمكن حضرتك هلأ عم تبلش بتدريب وتدريس الأطفال بمعهد صلحي الوادي خلينا نحكي عن العطاء اللي بيعطيه الفنان لشخص أصغر شوي بس عنده موهبة أكيد خليني خبرك أنا يمكن من 2009 أستاذ غناء الشرقي في معهد صلحي الوادي ورئيس قسم الغناء الشرقي في المعهد يعني في أصوات مميزة عندي بصف الغناء من طلابي بيمتازوا أنه رغم صغر سنهم عم بيقدروا يقدموا قوالب غنائية صعبة يعني قادرين يغنوا للسيدة أم كلثوم للأستاذ وديع الصافي أستاذ صباح فخري عم بيغنوا موشحات قدود قصائد انا حريص انه اشتغل كثير على موضوع اصواتهم بانه يقدموا هي القوالب الغنائيه الجاده والملتزمه واللي فيها بدها مهاره من المغني وحلو انه بهذا العمر تاسسيون على موسيقى نظيفه أكيد. لانه انا بتامل فيهم الخير بتوسم فيهم الخير انه يطلع عنا جيل بكره اذنه نظيفه بيسمع حلو بيسمع صح ممكن يساهموا كمان في الحركة الفنية هدول يعني المستقبل لهم أكيد سمر بالختام بدنا تسمعنا غنية على ذوقك
والله بالحقيقة في كثير ببالي، خلينا نقول يمكن من الكونسرت من الكونسرتات اللي قدمتهم مؤخرا بدار الأوبرا. بدنا هيك شيء غنية مميزة هيك على قلبك، لأنه بحلقاتنا الجاية بدنا نلحق نعزفهم ونغنيهم كلهم. أكيد. تفضل. رح أقول شغلة أنا بحبها، هي من كلمات وألحان الأستاذ حسام تحسين بيك، هذا النجم السوري الغالي، أنا بوجه له تحية وبعيد عليه. قدم لي إياها هدية بكونسرت أنا عملته، كان هو تحية إلى الأستاذ حسام تحسين بيك والأستاذ شاكر بريخان، فقدمنا مجموعة من أعماله الرائعة، فمن ضمنهم كانت هي الأغنية، وكانت هي يعني أغلى هدية على قلبي قدم لي إياها الأستاذ حسام. تفضل. فمنقول كل حكاية حكاية الحب اللي في بالي، تعالي نشبك ايدينا العمر قصير حتروح علينا، تعالي يلي عينيكي كل حكاية حكاية الحب اللي في بالي، نشبك ايدينا العمر قصير حتروح علينا، تعالي تعالي اسكني جوا قلبي، تعالي نامي في عيوني، تعالي اسكني جوا قلبي، تعالي نامي في عيوني، خدي عمري سنيني ايامي ولحظة ان شاء الله ما يصفى لي، يلي عينيكي كل حكاية حكاية الحب اللي في بالي، تعالي نشبك ايدينا العمر قصير حتروح علينا، تعالي سفري معايا، تعالي على هالجمرايا، تعالي وسفري معايا، تعالي على هالجمرايا، بتشوفي ناس وحكايات لكن أبدا ما بتنطالي، يلي عينيكي كل حكاية حكاية حب اللي في بالي، تعالي نشبك ايدينا العمر قصير حتروح علينا، تعالي تعالي حلوة، من كلمات من لحن من أداء، رائعة جدا. سمرنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير أول شيء أنك ضيفنا اليوم، لعزفك الحلو لصوتك الحلو. تسلمي. شكرا شكرا لكم، أنا بتشكركم كمان ولكل فريق العمل، يعطيكم العافية ولكل اللي عم يحضرونا، إن شاء الله كلام أنتم بخير. يسلم هالصوت الحلو، بدنا نتمنى لك سنة حلوة عليك على عائلتك، بدنا نتمنى أحلى شيء بيحبه الواحد هو النجاح، إن شاء الله يا رب النجاح يضل مرافقك بسنينك، سنينك كتار سومر، ضيفنا المميز اليوم بهيدي الحلقة الخاصة بأول يوم بالسنة الجديدة، نورت صباحنا. تسلمي، شكراً لكم، يعطيكم ألف عافية.